7 معايير جديدة للمؤسسات المالية الإسلامية أطلقتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. هذه الهيئة هي هيئة غير هادفة للربح، وهي مؤسسة علمية تنظيرية تضع معايير محاسبية ومعايير شرعية للبنوك الإسلامية، وقد أسستها البنوك الإسلامية بقيادة البنك الإسلامي للتنمية في جدة عام 1990، وكونت لها أجهزة إدارية لا تتدخل في المعايير، في عندهم مجلس أمناء. لما تكون هذه المعايير تبحث في الأسواق المالية فهي دائما بحاجة إلى تطوير وإلى استحداث معايير جديدة تسد حاجات الأسواق المالية الجديدة. والمعايير هي البحث عن شرعية الأدوات المالية والاستثمارية التي تستخدمها المؤسسات الإسلامية وتوخي الشريعة في آلية تطبيقها، لذلك يراعى في وضع هذه المعايير بعض الشروط. تطرح فكرة ويناقش هل تحتاج إصدار معيار ولا لا، بعدين يكتب عنها دراسة من مختصين، بعد الدراسة يطلب، إذا اعتمدت الدراسة أو طلب تعديلها، يوضع مسودة مشروع معيار وتعرض على لجان مساعدة للمجلس الشرعي، فإذا يعني رأت أن هذا تشيل كلمة مسودة تصير مشروع معيار، تعرض على المجلس الشرعي المكون بهذا التشكيل الكبير 20 عضو. حينما يخرج المعيار الشرعي الذي يطفي الشرعية الإسلامية على الأدوات المالية مثل المرابحات أو حتى توزيع الأرباح أو غيره، تلتزم به العديد من المؤسسات إلزاما أو بشكل طوعي. اليوم عندنا تقريبا 11 دولة تلزم المؤسسات العاملة لديها بالمعايير المحاسبية والشرعية، وهناك ما يزيد أو يربو عن 9 دول تعتبر المعايير المحاسبية والشرعية هي إرث استرشادية، مثل الكويت عندنا تعتبر المعايير المحاسبية استرشادية. وهنا تطرح إشكالية العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية بشكل عام. لا تزال العديد من الدول مترددة في اعتماد المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة أيوفي وإلزام المؤسسات المالية الإسلامية الموجودة لديها باتباع هذه المعايير سواء في الجانب المحاسبي أم الشرعي. نحن نعتقد أن يعني العملية تحتاج إلى مزيد من التواصل مع جهات القرار كالبنوك المركزية وهيئات أسواق المال. هل يشهد المستقبل تنسيقا مع المؤسسات التشريعية لسن هذه المعايير الشرعية كقوانين تلتزم بها المؤسسات والبنوك الإسلامية، أم تظل آلية العمل والتدقيق وحسابات الأرباح والخسائر وفقا لرؤية كل هيئة شرعية تابعة لبنك أو مؤسسة؟ محمد إبراهيم، CNBC عربية، الكويت.